please welcome Brett Joseph, who will speak to us in Arabic, I believe. Yes. So, Brett, welcome to Cosmos. أيها الحضور الكريم، بعيدا عن الانتخابات والسياسة والأكاديمية، اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى جو آخر يهم الجالية العربية في ولاية غرب أستراليا العزيزة على قلوبنا، كما ويهم أيضا الأصدقاء الحاضرين من الجاليات الأخرى، لأننا كلنا أستراليون، يجمعنا الانتماء ويظللنا الولاء. التقينا شبابا وشيبا لمناقشة ودراسة واقع الجالية، وتحدثنا عن همومها ومشاكلها واحتياجاتها، وخلصنا إلى أنه لا بد من ساعي يد تعمل يكون منها العمل وفيها الأمل لخير هذه الجالية. انطلاقة جديدة هي عمل مثمر متعاون تتشابك فيه الأيدي لنكون المثال الذي يحتذى به في هذه المدينة الكريمة. فكان العنوان Australian Arab Association، الجمعية العربية الأسترالية. أيها الأخوة والأخوات، أعزائي الحضور، أعلن لكم الآن عن ولادة الجمعية العربية الأسترالية، وقد ارتأينا أن يكون الإعلان عنها اليوم بحضوركم الكريم، لأن الجمعية منكم وبكم ولكم. ومن أهم أهدافه أولا العمل على دمج الثقافات العربية مع الثقافات الأخرى عبر برامج عمل ومشاريع تنموية صحية اجتماعية بيئية وثقافية فنية وترفيهية تربوية، ندوات توعية وبرامج تثقيفية. ثانيا تشجيع وتعزيز بناء المجتمع المتناغم المتكاتف والعمل على الاندماج في المجتمع الاسترالي المتعدد الثقافات. ثالثا العمل مع الجهات المختصة والمجتمع المدني للحد من آفة المخدرات. رابعا العناية بالطفل والمسن عبر برامج خاصة لهم. خامسا العمل على تمكين أبناء الجالية من استخدام الطرق الصحيحة والسليمة لتقديم مسودة المشاريع الممولة كمشاريع صغيرة أو منح دراسية أو قروض لتحسين مشاريع معينة. سادسا المواطنة والانتماء، وتتلخص بتطوير التفاهم، حسن النية، السلام، التكافؤ في المهن، في التعليم، في الممارسة اليومية من حياتنا، في جوهر الانتماء الحقيقي للهوية الأسترالية. هذه هي الجمعية العربية الأسترالية المرخصة من قبل الحكومة الأسترالية في ولاية غرب أستراليا، وتحمل الرقم A101537A-C. أيها الحضور، نقول سيد القوم خادما، وسيد الأسياد ليس من يعطي الأوامر بل هو من يعطي المثل والقيم. الأخلاق ليست غطاء الضعفاء ولا حيلة الأقوياء، الأخلاق هي القيم التي نحملها وتمثلنا، هي المبادئ التي نمارسها ونسير عليها.
الأخلاق هي الممارسة، هي الميراث. نحن لا ندع المثالية، ولكن نسعى جاهدين لكي نكون الأفضل. فالتجربة التي درستها الإنسانية لم تأتي من فراغ، فكل فرد منا يحمل من خلفيته ثقافة وحضارة بلد أراد زرعها هنا في هذه الأرض الطيبة لتكون واحة نجني ويجني منها أولادنا الخير كل الخير، فنكون لهم القدوة السليمة ويكون لنا الامتداد والمستقبل والأمل الزاهر. وفقنا ووفقكم الله إلى ما فيه الخير للجميع. وفي النهاية نتمنى من الإخوة والأصدقاء جميعا حضرين يعمل فعل الغير كما بيقول أن يكونوا معنا في هذا العمل الاجتماعي، فنضع أيدينا مع بعضنا البعض ونساهم سويا ببناء هذه الواحة العربية في غرب أستراليا، فيعم خيرها على الجميع، ونكون كلنا في ميدان واحد نعمل ونبني بمحبة وتعاون. والسلام عليكم ورحمة الله.